ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 2623 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 من نوفمبر، وزادت الأسعار 2%. وصعدت العقود الأجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2627 دولارا و60 سنتا للأونصة.